لو كلمنا عن القائمة النهائية اللي ممكن تلعب قدام نيجيريا، تشكيلة. احنا عندنا كمان غير عمرو السولية عندنا تريزيجيه، فهل هو جاهز برضو؟ تريزيجيه جاهز، بس انا اعتقد او هيدفع بيه في الاول. اعتقد ان تريزيجيه، يعني اقول لحضرتك معلومة، اثناء اختيار القائمة كيروش مع مساعديه بيتكلموا عن التشكيل ال 11 لاعب، فهو بيفكر مين هيكون بديل السولية في المباراة الاولى. هو اقترح محمود تريزيجيه رغم انه مش مركزه نهائي، محمود تريزيجيه بيلعب في مركز الجناح الايسر، لكن هو اقترح ان هو يحول مركزه لمكان السوليه اللي هو مركز 8. وبالتالي في اللحظه دي كان تريزيجيه خارج ال 25 لاعب بالاساس، يعني ما كانش مقرر يضم تريزيجيه، فهو قرر يضمه علشان هو بيفكر او بيدرس يلعبه مكان السوليه. لكن في المناقشات والمباحثات اللي حاصله ما زال هو متردد مين يكون بديل السوليه. لو اتكلمنا عن التشكيل، يمكن 90% من تشكيل منتخب مصر يعني واضح جدا، محمد الشناوي، اكرم توفيق في اليمين، قلبين الدفاع محمود الونش وحجازي واحمد فتوح في الجهه اليسرى، حمدي فتحي قدامه اثنين، محمد النني، وبنسبه كبيره جدا هيكون عبد الله السعيد. هيكون عبد الله السعيد مش محمود تريزيجيه. الثلاثي الهجومي محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش. دي التشكيله اللي ان شاء الله باذن الله اللي بنسبه كبيره جدا هنخوض بيها اولى مبارياتنا امام نيجيريا، ثم بقى نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي وايه التعديلات اللي ممكن تطرح على الفريق.